السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مريم الحذيفة، مطورة تطبيقات أندرويد في بروفن سوليوشن وسفيرة لبرنامج وومن تيك ميكرز في السعودية. أنا معاكم اليوم عشان نتكلم عن جيت باك كومبوز عموما وعن ثيمات التطبيق في جيت باك كومبوز خصوصا. ورشة اليوم حتكون للإنترميديت ليفل، ما راح تكون فيها إنترودكشن متعمقة، بس حدي أوفر فيو عن جيت باك كومبوز. طيب إيش الأوفر فيو عن جيت باك كومبوز؟ جيت باك كومبوز هو عبارة عن أجدد مجموعة من أدوات أندرويد لتطوير واجهات المستخدم، ورح نشوف بعد شوية قد إيش كومبوز يسهل عملية تطوير الواجهات في أندرويد بشكل ملحوظ. تقريبا أسعد خبر كان لأغلب مطوري أندرويد في الأسابيع الماضية هو إنه جيت باك كومبوز صار ستيبل. هذا يعني إنه صار جاهز يستخدم في البرودكشن أبس، كمان يعني إنه الدعم حيكون مستمر للتطوير، وبرضه بيكون في دعم للماتيريال يو اللي صار الاعلان عنه في جوجل اي او، كمان حيكون مدعوم من الوير او اس، بالاضافه لميزات وتولز كثيره موجوده في الاندرويد ستوديو تسهل علينا تجربه استخدام جيت باك كومبوز. طب ليش نستخدم كومبوز وعندنا اصلا الفيو والاكس ام ال؟ ليش؟ لاسباب كثيره، منها انه كومبوز مبني على لغه كوتلين ويستخدم خواصها في تعريف الواجهات، والكومبوزيبلز هم اصلا هاير اوردر فانكشنز في لغه كوتلين. هذا يسمح لي انه انا استدعيها من اي مكان واقدر امرر لها لامدا كومبوزيبل كباراميتر. كمان كومبوز من قبل ما يصير ستيبل وهو في تحديثات مستمره، الفرق الحين انه بعد ما صار ستيبل التحديثات ما حتكون جذريه، وهذا شيء جيد جدا لانه لو كان عندنا تحسينات كل أسبوعين تقريبا معناته حيكون في عندنا حلول أكثر للبغز، حيكون عندنا مثلا الفيتشر ريكوست تتنفذ، وهذا شيء جدا ممتاز لأنه دعم جيت باك كومبوز الحين صار أولوية. كمان من الأسباب اللي المفروض تحمسنا نستخدم جيت باك كومبوز هي أنه ديكلاراتيف، يعني عناصر حالة عناصر واجهات المستخدم تتم بشكل تلقائي وذكي. طيب ليش أقول بشكل ذكي؟ لأنه لو في بعض العناصر اللي رسمناها على الشاشة أو رسمت على الشاشة باستخدام كومبوز وما تغيرت حالتها ولا تغيرت البيانات اللي فيها، وقتها كومبوز حيسوي لها سكيب وما يرجع يرسمها من جديد، بس يرسم العناصر اللي فيها تغييرات، وهذا يعني إنه في إدارة أكفأ لموارد الجهاز. باستخدام كومبوز نحن نركز على كيف العناصر تنعرض في حالات معينة مختلفة، وبعدها كومبوز يتكفل انه يحدث حالة العناصر بشكل تلقائي على حسب ما احنا عرفناها. طب يلا ننتقل للأدوات المتاحة لتطوير الواجهات. يوفر لنا جيت باك كومبوز العناصر الموجودة في ماتيريال ديزاين، كمان يقدم لنا الاي بي ايز الاساسية زي مثلا البوتنز، الكاردز، فلوتينج اكشن بوتنز اللي هم الفابس والاب بار، ورح نستخدم بعض من هذه العناصر بعد شوية في تطبيقنا العملي. كمان يوفر لنا كومبوز حاجة اسمها ماتيريال ثيمينج، وهذا يساعدنا انه نسوي كاستمايز لتجربة المستخدم في تطبيقنا. وكمان حيكون كلامنا اليوم عن الجانب هذا بالتحديد، بنتكلم بالتفصيل عن نظام الألوان، نظام الثيمات، الثيم الافتراضي والثيم الليلي والنهاري، وكمان نظام النصوص ونظام الأشكال. وعشان نفهم بشكل أكبر جهزت هذا التطبيق نشرح عليه الثيمات وكيف نسوي لها كاستمايزيشن. هذا التطبيق فيه لستة من النباتات الطبيعية المستخدمة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. طبعا أولا خلونا نتكلم عن الأدوات الجديدة اللي حتساعدنا في عرض أو تسهيل تجربة المستخدم في جيت باك كومبوز. عندنا أول شيء الكومبوز بريفيو في آخر إصدار لأندرويد ستوديو. طبعا لازم أنوه إن كل هذه الأدوات الموجودة موجودة في آخر إصدار لأندرويد ستوديو. زي ما أنتم شايفين في الصورة أقدر أوضح جزئية معينة من عناصر تطبيق بدون ما أحتاج إنه أشغل الأميوليتر. هنا عندي مثلا مثال الكارد الخاصة بالنباتات المعينة، سويت كاردز ببيانات مختلفة، مرة اديتها الاندكس نمبر 0، مرة اديتها اندكس نمبر 1 أو 2 وزي كده.
وفي كل مرة طلعت لها ومرة أديتها كمان الوضع اللايت ثيم والنايت ثيم، اللايت والدارك مود. كمان عندي التول الثانية هي اللايف إديتس في كومبوز بريفيو، بحيث أنه أي تغيير يصير في الكود ينعرض على البريفيو مباشرة. موجود هنا لايف إديتس أوف ليترز أون، باي ديفولت هو حيكون أون، لو حابين تغيروا ممكن تغيروها غير عن أون. هذه ثاني تول. طيب ثالث تول هي الكومبوز لاي اوت انسبكتور. هذا التول جدا 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 ممتازه. هي متوفره للتطبيقات اللي مكتوبه كليا او جزئيا باستخدام كومبوز، وبعد شوي حاوريكم كيف نستخدمها. رابعا عندنا اداه تسهل اعاده التسميه او الريفاكتورينج للكومبوزبلز، بحيث انه لو تغير اسم الكومبوزبل في مكان معين حيتغير اسمها في كل الاماكن المستخدمه فيها. طيب نرجع لثيمات التطبيق. نبدا بالبيس لاين ثيم، وهو القيم الافتراضيه لكل تطبيقات الاندرويد. هذه القيم من ناحيه الالوان هي اللون البنفسجي كلون اساسي، واللون التركوازي كلون ثانوي، ومن ناحيه النصوص في الافتراضي هو خط روبوتو. وفي الأشكال عندنا أشكال شبه دائرية الحواف. كمان عندنا نوعين من الثيمز، الدارك ثيم واللايت ثيم، وفي كل واحدة تختلف عندنا، في كل ثيم تختلف عندنا حدة الألوان من ثيم لثيم. في كل التطبيقات عندنا نظام ألوان، وهذه الألوان هي اللي تدي التطبيق شكل مميز. نظام الألوان هو أنه يكون عندنا لون أساسي ولون ثانوي لكل ثيم. في الثيم النهاري الألوان تكون واضحة، وفي الثيم الليل الألوان تكون هادية. هذه الألوان كلها في الصف الأول هي ألوان التطبيق الأساسي. طيب هذا البرايمري كولر يستخدم في الأب بار، والثانوي اللي هو السكندري كولر يستخدم في الباب في الفاب سوري والروابط أيضا، ونقدر نشوفه كمان في البروجرس بار. بالنسبة للصف الثاني اللي هو السيرفيس والباك جراوند وكمان الايرور، السيرفيس والباك جراوند هذه تستخدم في المنيو وتستخدم في الشيتس والكاردز. نحن التطبيق اللي حنسويه حنستخدم الكارد. بعدين عندنا اللون الخطا في حال حابين نستخدمه كسناك بار، عشان نعرضها للسناك بار، نعرضها للمستخدم في حال ادخل مدخلات خاطئه في التطبيق. طيب عندنا الصف الثالث اخيرا هو لون النصوص أو الأيقونات على كل من العناصر هذه. فمثلا عندنا طبعا النصوص حتكون يا باللون الأبيض يا باللون الأسود عشان تكون واضحة. طيب في البرايمري حتكون عندنا، حيكون اللون لون النص أو لون الأيقونة حيكون باللون الأبيض، وبرضو في البرايمري فاريانت. في السكندري حيكون باللون الأسود، وفي الأون باك جراوند وأون سيرفيس أي حاجة تكون فوق الباك جراوند والسيرفيس لازم تكون عكس الأبيض وهو الأسود. بعدين عندنا الإيرور حيكون باللون الأبيض لأنه أوضح. طبعا هذه الألوان تخدم الأكسسيبيليتي في التطبيق. أنا قبل كده قدمت شرح أدفانسد عن صلاحيات الوصول في جيت باك كومبوز، ممكن تشوفوه، ترجع تشوفوه لو حابين. طيب هذا بالنسبة للبيس لاين في الثيم النهاري أو في اللايت ثيم. طيب في الدارك ثيم نحرص انه الالوان تقلل من اجهاد العين، ونستخدم اللون الرمادي الغامق بدال اللون الاسود. ليش؟ لانه باللون الرمادي الغامق يبان الاليفيشن لما يكون عندي ظلال او شيء يبان تحتها. كمان هنا نشوف نفس الالوان اللي هي مستخدمه هنا، هذه نفس الالوان المستخدمه في اللايت ثيم، لكن نلاحظ انها اخف وأغمق بدرجتين أو ثلاثة من الألوان النهارية. طبعا عندنا هذه أداة من ماتيريال تساعدني أختار البرايمري والسكندري كولر لتطبيقاتي، جدا جدا مفيدة. بعد ما نختار أي لون حتطلع لي النسخة الغامقة والفاتحة من اللون عشان أقدر أستخدمها في الثيمات المختلفة. طيب صياغة الألوان في جيت باك كومبوز، الألوان تنكتب بهذه الطريقة. نستبدل الهاش بـ 0x عشان نعرف الكمبايلر انه هذا لون. بعده عندي FF وهي المسؤولة عن الشفافية، يعني
FF يعني غير شفاف أبدا، ونسبة شفافيته 100%. بعدها عندي خانتين للون الأحمر، خانتين للون الأخضر، وخانتين للون الأزرق. حطيت لكم رابط مدونة ديفيد والش، حط فيها جدول بكل رمز وإيش اللي يقابله من نسبة الشفافية. مثلا خلونا نروح للمدونة، حيكون عندي opacity value وحيكون عندي hex code. طيب لو مثلا عندي أبغى نسبة الشفافية تكون 70%، أقدر أستبدل FF B3، فهنا بدل ما تكون FF تكون B3. تمام. طيب خلصنا من الكالورز، ندخل على التايب سيستم. بالنسبة للتايب سيستم الافتراضي هو خط روبوتو، اللي هو أصلا الأندرويد أوبريتنج سيستم ثيم، هو الديفولت أصلا. نلاحظ أنه كل ما نزلنا من الهيدلاين لأسفل للكابشن وزي كذا، نلاحظ أنه حجم الخط يقل والمسافة برضو بين الأحرف تقل. هذه الـ H1 H2 3 and كل هذه مدعومة من Jetpack Compose، يعني موجودة في التكست ستايل كلاس. في تطبيقنا بنستخدم هذه النوعين من الخطوط، كافييت وبارلو كوندنسد. كمان لازم انبه لشغلة هنا، انه كومبوز بس يدعم البندلد فوند ريسورسز اللي تيجي بصيغة TTF، ما يدعم الداونلودبل فونتس للحين، اكيد انه حيجي يدعم مستقبلا بس للحين ما يدعموها. بالنسبة للشيب سيستم، الأشكال الافتراضية لكل العناصر هو أنها تكون مستطيلة مع زوايا دائرية من جميع الحواف بنسبة 4 دي بي، يعني الراديوس يكون 4 دي بي. نحن نقدر نغير الأشكال بتغيير مثلا زاوية واحدة، مثلا هنا غيرنا زاوية واحدة، نقدر كمان نغيرها نخليها دائرية أو نخليها حادة أو مقطوعة الحواف، زي مثلا هنا هذه cut corner shape زي ما هو موضح هنا. كل الأشكال اللي ممكن نقدر نطلعها موجودة عندنا في الصورة هذه. طيب خلاص تكلمنا كثير، خلونا نبدأ نطبق كل اللي تعلمناه وننشئ تطبيق يعرض لي. مرة ثانية خلونا نقول فكرة التطبيق، هو يعرض لي مجموعة من النباتات الطبيعية المستخدمة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. أول شيء نبدأ بتحميل الصور اللي نحتاجها من هذا الرابط. طبعا أنا اخترت صور خلفيتها تكون transparent، ما أبغى يعني أبغى dark theme يبان معايا. طيب نستنى لين ما يتحمل. يلا ننشئ بروجكت، نفتح اندرويد ستوديو، ننشئ بروجكت جديد. نيو بروجكت، نختار امتي كومبوز اكتيفيتي، نيكست. خلونا نسميها كوزماتكس بلانتس، بعدين فينيش. اوكي نستنى يسوي بيلد. تمام انا كبرت خط الكود عشان يبان، برضو لسه قاعد يعمل بيلد، نستنى لما يخلص بيلد. تمام، اللي بنسويه انه راح نجهز اول شيء البيانات، بعد ما نجهز البيانات نبدا نشتغل على اليو اي
وبعد ما نشتغل على اليو اي نبدأ نشتغل على الثيمينج. في اليو اي ما راح افصل مرة في الاي بي ايز، بس في الثيمينج راح افصل يعني بتفصيل ممل. طيب يلا نجهز الداتا، نروح عند الباكج هذه، بضيف باكج اسمها موديل، بضيف باكج ثانية كمان جوتها اسمها داتا عشان يكون فيها الداتا كلاس. طيب في الداتا باكج بضيف كوتلين فايل بسميه بلانت عشان اعرف فيه استراكتور حق النبتة تبعي. طيب في بلانت عندنا حتاخد اي دي من نوع انت، وراح تاخد برضو name من نوع string، راح تاخد برضو description من نوع string برضو، واخر شيء حتاخد image resource من نوع int. طيب ليش ال image resource من نوع int؟ لانه بيكون هذا مصدر الصورة، حيكون ال id اللي حيكون من نوع integer وتم انشاؤه، يعني الريفرنس اللي من ال r class r.drawable. اسم الايمج عشان كذا حطيتها انت. طيب الحين خلصت انا structure حق ال plant ال data class، اللي بسويه انه ابغى اضيف kotlin file مرة ثانية بسميه plant عشان احط فيه لسة ال plant اللي انا جهزتها، بحط البلانت في الموديل مش في الداتا. طيب خلينا نغير مكانها. خليها في الموديل باكج مش في الداتا باكج. تمام. طيب انا اريد جهزت هذا، جهزت البيانات. هذا البلانت داتا حطيت لكم ريفرنس للفايل اللي موجود في الجيت هاب. طيب بسوي كوبي بيست. طيب تمام، سوالي امبورت بشكل تلقائي للار كلاس وللبلانت داتا كلاس اللي انا اوريدي سويته. تمام. طيب الحين صار عندنا ايرور انه هذه ما هي موجودة اصلا، ما هي موجودة عندك في الدرابل. فاللي بسويه انه بروح عند manager resource manager، بروح عند drawables import drawables، بعدين بجيب هذه الصور اللي انا حملتها، 12 صور حملتها. طيب next وسوي لها import. اول ما اسوي لها امبورت على طول حيروح عندي، حيروح الايرور هذا. خلوني بس اسوي ريفرش عشان تطلع لي كل تمام، طلعت لي كل الايمجز وراح الايرور من عندي. there is still one error. طيب باقي هذه الصوره ما تحملت، دقيقة نحملها. من الـ resource folder بعدين بروح عند الـ drawable. ايش اسمها؟ cilantro. كده غريبة. تمام راح اضيفها مرة ثانية no problem. import drawable بعدين بضيفها كلانترو هذه هي بكدونس. اوكي import. تمام اوكي راح عندنا الايرور كله تمام للحين. everything is working fine.
يلا نروح عند المين اكتيفيتي. المين اكتيفيتي ابغى احطها في اليو اي بس للترتيب، مش ما في اي اسباب اخرى، بس عشان احب يعني يطلع مرتب الكود. بس بعد ما نسوي هذه الحركه لازم نروح للاندرويد مانيفست ونحل هذا يعني نسوي ريفرنس للمكان الجديد اللي هو موجود في اليو اي هنا، يو اي مين اكتيفيتي. تمام خلاص كده جهزنا احنا الداتا، معناته ننتقل لليو اي. راح نفتح المين اكتيفيتي، راح نحذف الجريتنج فانكشن ما نبغاها، ويل ديليت. بعدين بكتب فانكشن جديدة اسمها all plants وبمرر plants اللي انا عرفتهم. هذول البلانتس هم اللي عرفتهم هنا، هذا الليست اللي فيها 12 نبتة. طيب بحطها كمان عندي في البريفيو. الحين البريفيو ما راح تطلع لي شيء، حتى لو وضحناها ما راح تطلع شيء، لانه اصلا ما في شيء مرسوم اصلا، يعني ما عندي حتى الفانكشنز هذه ما عرفتها. طب بس ابغى اضبط البريفيو هذه، بخلي شو باك جراوند كلر شو مثلا. ابغى نوعين من البريفيو، ابغى واحده مثلا عندي يو اي مود، خلي configuration night on وبسميها مثلا name، بما انه night mode. ثانية night mode yes، so night mode no يعني light حيكون light، وهنا حيكون dark mode. حاليا ما حتظهر لي، بس بعدين حتظهر، حتتحدث اكيد. طيب خلونا الحين بما انه all plants قاعد تطلع لي error لانها ما هي معرفة اصلا، خلونا نروح عند ال UI package هنا ونضيف kotlin file جديد اسمه all plants. بشيل الكلاس، ما مو كلاس اتس اوكي. طيب برجع لهذا الملف اوكي. function all plants at composable و all plants طبعا قاعد يطلع لي ايرور. ليش؟ لانه هنا قاعد انا قاعد امرر list of plants وما قاعد اعرفها هنا. اللي بسويه انه اكتب plant list، هتكون من نوع list of plant من ال data class اللي انا عرفته. طيب داخل هذه الفانكشن ابغى يكون عندي اب بار، وتحت الاب بار ابغى يكون عندي عنوان، وتحت العنوان النصي ابغى يكون لستة النباتات. طيب عشان استخدم الاب بار راح نستخدم scaffold API. طيب scaffold API يجي معاه يجي اصلا في من الباراميترز انه استخدم top bar، بأدي top app استخدم هذا الـ API top app bar. واعرف التايتل أبر. المهم اختار هذا الثالث واحد يكون فيه التايتل، عشان انا بستخدم التايتل. تايتل بأدي تكست، تمام سوي امبورت للتكست من كومبوز، بعدين راح ادي
string resource. هذه نفس الطريقة هي المستخدمة في localization by the way. rstring.appname. أبغى دي اسم التطبيق وأبغى يعرض لي هو في التايتل تبع التوب أب بار. كمان أبغى أحدد إيش لون الباكجراوند كولر حق هذا الأب بار. background color هيكون الماتيريال ثيم دوت لا ماتيريال ثيم دوت colors دوت ابغى البرايمري كولر. تمام وعندي التوب اب بار وعندي التايتل. اوكي اوسم. الحين نبغى ننشئ الليزي كولم. بما انه انا لما يكون عندي لستة من اشياء انا دائما ينصح انه نستخدم ليزي سواء ليزي كولم او ليزي رو، خصوصا لو كانت اللستة جاية من اي بي اي ريستفول اي بي اي. يعني في هذه الحالة بستخدم ليزي كولم و الليزي كولم هذا بعرف له بعض الباراميترز زي الموديفاير. بعرف للموديفاير بضيف بادينج. بالنسبة في ال سوى امبورت لللايبراري الغلط، فأنا بسوي import للlibrary تبع compose. هذه هي أول واحدة. تمام okay dot fill max width وبعدين أحدد ال content padding. أبغى يكون عندي padding value من جميع النواحي. يكون عندي أبغى يكون دي بي 16 دي بي وأسوي import لدي بي. طيب والحين جهزنا lazy column. ننشأ الحين العنوان اللي نبغاه يكون ثابت، يعني يكون نص مثلا، يكون في عنوان أو وصف معين للتطبيق. بعدين بعدها أبغى اللستة. عشان في lazy column ترى هو يوفر لنا أنه نستخدم item اي عدد من الايتم. مثلا اقدر استخدم ايتم واحد، اقدر اعرف اكثر من كومبوزبل داخل هذا الايتم. بعدين اقدر كمان اعرف ايتمز، والايتمز هذه تاخذ الليست وتعرضها. هيعرض لي هذا الايتم، هيعرض لي اللي هي الانديفيدجوال ايتمز فيرست، بعدين تحتها هيعرض لي الدايناميك ايتمز. تمام. طب انا بس احتاج ايتم واحده لأنه بيكون بس عندي نص واحد. بعرف رو داخل الرو هذا أبغى أعرف تكست. التكست هذا هذه images by the way. أبغى نبتة like الإيموجي تبع النبتة. إذا يمكن add the plants نحط التايتل حقتنا. تمام. بالنسبة للرو لازم نعرف له بعض الخصائص. مثلا ابغى اعرف له ابغى مر موديفاير. ابغى الموديفاير يكون دوت في المكس في الماكس ويث. بعدين ابغى يكون راب كونتنت هايت. كمان ابغى يكون عندي بادينج.
بس ما ابغى من كل الجهات، ابغى بس يكون عندي vertical padding، ابغى 25 دوت تي بي من جميع من فوق ومن تحت. طيب هذا بالنسبة للتكست، هذا الايتم حقي انا قلت بعرف ايتم حيكون جوة رو، حيكون جوة الرو بعرف التكست and يب. كمان ابغى اعرف الارينجمنت horizontal arrangement، تاخذ arrangement دوت ابغى تكون centered، كمان ابغى اعرف alignment vertical alignment، حتاخذ alignment dot center vertically. تمام خلصنا تعديل على العنوان، خلونا ننتقل ل اللي هم الايتمز. طيب الحين بكتب ايتمز، واللي ابغى اختاره منهم هو هذا ثاني واحد، ثاني API اللي ياخذ list. هذا الليست بمرر نفس الليست اللي انا حطتها هنا، مررتها اصلا من المين اكتيفيتي، سوي لها كوبي حطها هنا. بعدين لكل هذا طبعا الايتمز هذه حيسوي لي فور، اتس لايك ا فور لوب. بعدين عندي لكل plant أبغى يعرض لي plant card، هذه لسه ما سويناها، حنسويها بعد شوية. طيب ال plant card إيش حيكون فيها؟ حيكون فيها plant dot ما نبغى ال ID يكون visible، حيكون بس عندي name، بعدين عندي plant dot description، بعدين بيكون عندي plant dot image resource. يب. طيب هذا بالنسبة للتكست. باي ذا واي في التكست نسينا نعرف ستايل للتكست، خلينا نعرف ستايل للتكست، ستايل نخليه يستخدم material theme dot typography dot heading one، ابغى يكون heading. تمام اللي بقي علينا الحين انه انا الحين عندي لستة بس ما اعرف كيف اعرضها، ابغى يكون عندي custom card تعرض لي هذه الليست في الليزي كولم هذا. بروح هنا عند اليو اي باكج مرة ثانية، بسوي add لكوتلين فايل بسميه plant card، برضو نفس الشيء بخليه composable function add، ما نسوي لها لازم annotated with composable. بعدين هنا عند ال plant card بتاخذ المعلومات اللي حطيناها name و description و image. name من نوع string، description من نوع string برضو، ال image من نوع انت. طيب طيب كل نبذة حتنعرض في كارد، انا راح استخدم الكارد اي بي اي هنا و تمام حسوي له امبورت، لازم اسوي له امبورت، وابغى اعرف بعض الخواص هذه الكارد كيف تنعرض وايش الالوان ايش الباك جراوند كلر كل الاشياء هذه. طيب في الكارد أول شيء نعرف الموديفاير، موديفاير دوت بادينج، هذا البادينج بالمناسبة مختلف عن البادينج الماضية، هذا البادينج اللي بين الكاردز، بين كل كارد والثانية حيكون في عندي بادينج معين. طيب بعد البادينج أبغى أخليها في الماكس ويدث، أبغاها تكمل
عرض الشاشة الموجود بعد ما رسمت كل العناصر الموجودة. أبغاها تكون راب كونتنت هايت، على حسب الكونتنت الموجود، على حسب النص الموجود هنا في الديسكريبشن وفي النيم والإيمج، أبغاها تسوي راب على الكونتنت، ما تتعدى هذا ال يعني ما تكون فيكست سايز. طيب راح اوكي طيب كمان بنعرف شيب، حنستخدم الماتيريال ثيم شيب، طبعا هذه كلها حفصل فيها بعد شوي. شيبس دوت مثلا حستخدم ميديوم حاليا، بعدين بستخدم برضو الباك جراوند كولر ماتيريال ثيم دوت كولرز دوت سيرفيس. اصلا لو نروح عند الكارد هنا هنلاقي هي اصلا تستخدم هي اتس ا سيرفيس اصلا يعني، وفي اليفيشن محدده، فعشان كذا راح نستخدم اللون السيرفيس. طيب كيف الكارد حقتنا حتكون؟ اول شيء حيكون عندنا صف في صوره، وبعدين عمود او كولم، وفي اسم النبته وتحتها وصف عن النبتة. فرح نبدأ نعرف رو بعرف أول شيء بحدد كيف ينعرض هذا الرو، بحدد له أيوه vertical alignment. يكون center vertically. That's it. بالنسبة للإيمج هعرف إيمج، بعدين بكتب Painter، بستخدم ال Painter، وبستخدم Painter Resource عشان يستدعي لي هذا Resource. طيب قاعد يجيني Error هنا ليش؟ لأنه ما حطيت ال Content Description، هو جدا مهم، لما أحط الحين حيروح ال Error. طيب ايش كمان ابغى اعرف؟ ايش كمان؟ السايز، ما ابغاها تكون كذا بس بدون سايز، لازم تكون كونسيستنت، لانه لو ما عرفت سايز حيسوي راب كونتنت هايت على كل يعني حيكون ديزاستر. ف موديفاير دوت بعرف سايز مثلا ابغى 130 جيبي. خلونا نعرف بريفيو هنا، بنسخ نفس البريفيو، بغير طبعا اسماءهم، لازم يكون يونيك على كل الباكج هذه، فبخليها plant card zero preview، وبعدين بستدعي ايش اسمها هذه، لا يا plant card، بقول لها خذي البلانت زيرو دوت 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 نيم، وثاني شيء دوت ديسكريبشن، واخر شيء اللي هو description، واخر شيء dot image. خلونا نشوف نسوي split ونشوف تمام. نكمل نطلع عند الامج، خلاص عرفت لها سايز، ابغى اعرف لها padding برضو. اوكي طالع معايا هنا، هذه هي الكارت حقتي، بعرف لها بادينج 8 من جميع الجهات،
وبخلي الكونتنت سكيل ابغى يكون كونتنت سكيل دوت فيت، يعني فيت الصورة كاملة. تمام، هذا بالنسبة للإيمج. الحاجة الثانية تحت الإيمج عندي كولم، جوة الكولم حيكون عند أول شيء الموديفاير. خلينا نعرف الموديفاير لهذا الكولم. دوت بادينج 8 تي بي، تي بي. هذا عندنا كولم حيكون عندي تكست، يحتوي على تكست. تمام، التكست هذا بيكون اسم النبتة نيم، بعدين عندي ستايل ابغى يكون ياخذ الماتيريال ثيم ستايل دوت تايبوغرافي دوت، ابغى يكون هيدنج 2. خلاص انا عندي هيدنج 1، ابغى الحين هيدنج 2. بعدين كمان ابغى ايش كمان، ابغى موديفاير padding من تحت حيكون 8 دي بي عشان ما يكون لاصق بالكونتنت، باللي هو الكونتنت. هو طلع معي. طيب برضو دوت فيل ماكس ويت، اخر شيء اللي هو الكولر. كان عندي ماتيريال يستخدم ماتيريال ثيم كولر اون سيرفيس، هذه كلها الكولر، هذه كلها تكلمنا عنها اللي هي الاون اون سيرفيس. لو كان السيرفيس لونه ابيض حيكون هذا اسود، ولو كان سيرفيس اسود او دارك جري حيكون هذا ابيض. تمام، هذا بالنسبه للتكست. للنيم بالنسبة للديسكريبشن أبغى أغير ستايل، ما أبغى يكون H2، أبغى يكون body. بعدين البوتوم حيكون 4، ما يحتاج نكتب في الماكس ويت، واللون ما يحتاج لأنه حنعرفه بعدين. طيب خلونا نشوف اللايف بريفيو كيف طالع معانا. الحين هو قاعد يراب كونتنت بما أنه ما عنده إلا الصورة وال وهذا شايفين كيف تغير السايز. طيب أقدر مثلا هنا في البريفيوز أقدر أضيف أكثر من واحدة، مثلا هنا اقدر اغير الاندكس، مثلا بدل ما هو واحد يكون، بدل ما هو زيرو يكون واحد، مثلا هنا واحد، وعندي مثلا مجموعة من الـ الايمجز. مثلا لو ما عندي ابلكيشن غير وابغى اختار من الايمجز الموجودة في الديتابيس مثلا، اقدر اغيرهم ويطلع لي كمان changes in real life. قاعد يعمل rendering، مثلا لو غيرت 2 تتغير برضو. تمام خليها 1، هنا 1 برضو. لو رحنا المين، طيب بما انه خلصنا البلانت هذه، لو رحنا المين اسوي ريفرش هنا بشوف كيف طالع معايا التطبيق ككل. خلونا نشوف، قاعد يعمل بلد.
ما قاعد يطلع لي. طيب مو مشكلة، يلا نشغل على الإيميليتر. دقيقة نختار، بس نختار بيكسل 5. اوكي يسوي بيلد ويرن الابلكيشن، طلع لي الديزاين هنا. هذا هو، هذا الديزاين للدارك ثيم وهذا الديزاين لللايت ثيم. الحين بنشوفه كمان على الاميليتر، يصير نتفاعل معه وكل شيء. طيب هذه هي الليست قدامنا. زي ما قلت هذا هو الثيم بيس لاين اللي تكلمنا عليه، نفس الألوان نفس الأشكال. خلينا نجرب اللايت والدارك ثيم. شفنا اللايت، الحين خلينا نشوف الدارك ثيم. هذا هو نفس الشيء، يعني واضح إنه نحتاج شغل عشان نعدل هذا الثيم. خلونا طيب نجرب الكومبوز لاي اوت انسبكتور، هذه التول الجديدة اللي موجودة في آخر أندرويد. اخترت أنا من هنا 3D، في عندنا 2D مود وفي عندنا 3D مود. أوكي هذه هي cool. طيب في اليسار حنشوف عندي شجرة بكامل الكومبوزبلز والعناصر الموجودة في واجهة المستخدم حقتي. أقدر أخفي اللي أبغى، مثلا لو ما عندي، عندي رو هنا أبغى أسوي هايت سب تري، أقدر أسوي كذا شو أول. لو مثلا أبغى أختار رو معين أو تكست معين، أقدر أشوف برضو الأتريبيوتس على اليمين هنا، إيش لون التكست، الويث والهايت والأشياء. وحتى لما أضغط على مكان التكست حيوديني عند نفس حيوديني عند نفس ال declaration. طيب هنا ممكن أتحكم بالspacing، أقدر أحرك صراحة مرة خاصية حلو. stop. طيب طب تعالوا نبدأ نغير الثيمز. أول شيء لما نغير الثيمز حنبدأ ب الكولرز. عندي هنا الكولرز، هذه هي الديفولت كولرز، ما ابغاهم. بروح عند السلايدز. مو اول تكلمنا عن التول تبع الكولرز، هذه هي من ماتيريال اي او. في التول تبع الكولرز أبغى تيل هنا، بختار البرايمري كولر حقي ويطلع لي إيش اللايت وإيش الدارك من البرايمري كولر حقي. طيب كمان أبغى أختار سكندري كولر، أبغى يكون ريد، هذا البرايمري كولر، بنسخه نفس ما هو وأروح هنا بحذف بس الستة خانات الأولى وبغيره وبسميه تيل 700. ليش 700؟ لأنه هذه درجته 700. كمان أبغى الدارك تيل لل دارك ثيم، تيل دارك. تمام السكندري كولر حيكون هذا. بيكون ريد، اسمه ريد 100. الثاني حيكون ريد دارك. طيب هذه معرفة الحين، بس يعني واضح انها رمادية، يعني ما هي ريفرنسد في اي مكان. بروح عند الثيم عشان طبعا بلاقي ايرورز هنا لانه هذه القيم السابقة.
طيب بدخل اول شيء قبل ما اعرف اي شيء بدخل على الدارك كولرز بشوف عندي الديفولت عند البرايمري الفاريانت السكندري وكل هذه. طيب بغير البرايمري طبعا عندي انا في الاب بار ابغى للاثنين بنفس اللون فراح يكون تيل 700 والبرايمري فاريانت حيكون تيل دارك. راح انسخ نفس الاثنين لانهم نفس الشيء اصلا. وبالنسبه للسكندري كولر في الدارك باليت حيكون ريد دارك وهنا حيكون ريد 100. طبعا عندي اشياء ثانيه كمان ابغى اعرفها اللي هي الاون مثلا زي السيرفس ابغى يكون هنا دارك جراي لانه الديفولت فاليو هنا ما هي عجبتني ففي السيرفيس هنا ابغاها تكون دارك جراي ما ابغاها تكون غامقه بهذا الشكل. كمان ابغى اون برايمري بخليه وايت هو باي ديفولت الاون برايمري هنا بلاك خليته وايت. طيب بالنسبة لللايت كولرز ابغى اغير الاون برايمري بس اون برايمري البقية كلها عجبتني كولر دوت وايت. طب خليني اشرح لكم هذا ايش الماتيريال تيم. هذا عندي تحت هذه الباليت عندي اسم تطبيقي اللي هو كوزماتيكس بلانت ثيم ياخذ 2 باراميترز ياخذ الدارك ثيم وياخذ الكونتنت. عندي باراميتر الدارك ثيم يقرا هذه القيمه من اندرويد سيستم فالمستخدم لما يفعل الدارك ثيم تصير القيمه ترو ولما يقفل الدارك ثيم تصير قيمتها فولس. كمان عندي الكونتنت هي لامدا محتوى التطبيق. بعدها نشوف عندنا هنا اف ستيتمنت لما ندخل نشوف اف ستيتمنت الكولرز اللي هي مستخدم اصلا هنا في الماتيريال ثيم الكولرز حيديها هذه القيمه اللي جايه من السيستم. لو كانت القيمه هذه ترو يفعل لي الدارك يستخدم الدارك باليت ولو كانت فولس حيستخدم اللايت باليت وهو اللايت باليت اصلا باي ديفولت حيكون مستخدمها. طب خلونا نرجع للمين ونعرف الستاتس بار لانه باي ديفولت ما هو معرف ويندو دوت ستاتس بار كولر ابغى اضيف له ابغى ادي البرايمري فاريانت اللي انا عرفته في الكولرز ماتيريال ثيم دوت كولرز دوت برايمري فاريانت دوت تو نو دوت ار جي بي. اوكي ممتاز خليني اشغل التطبيق نشوف هل تغير. كمان هنا المفروض يسوي لي ريفرش للقيم الجديدة اللي احنا دخلناها. طيب تمام ممتاز طالع شكلها مقبول نوعا ما. نسينا نحط elevation للكارد دوبي اتذكر مفروض نضيف هنا elevation خلينا نضيف الحين elevation equals 5 dB. light changes على طول in real life زبط ال elevation لو مثلا خلينا 10 بس عشان اوضح لكم هذا هو and then I apply changes
اوكي either way بخليها 5 دي بي. بعدين نسوي restart. طيب الحين بما ان خلصنا من الثيم وخلصنا من الكولرز نجي للتايب سيستم. زي ما احنا شايفين التايب سيستم ما يعني حرفيا ما احنا معرفين حاجه الا البادي 1. فاللي بسويه الحين انه اول شيء نحمل الخطوط اللي حابين نستخدمها. اول شيء نروح هنا للريسورس مانجر مره ثانيه, نروح عند الفونتس, بعدين نسوي امبورت مور فونت, بعدين ببحث عن كافيت وابغاها ريجولر. وهنا جدا 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 مهمه هذه الملاحظه انه ما احط كرييت داونلودبل فونت, لانه زي ما قلت انا لسه ما هي مدعومه, بس بضيف اد فونت تو بروجكت عشان تتحمل لي بتي تي اف فايل اكستنشن. طيب خلاص انا اضفت هذا. بالنسبه للخط الثاني حروح لجوجل فونت, بكتب بارلو, بختار هذا بارلو كوندنس. طبعا اول ما افتح حيطلع لي هذولا كلهم, حيطلع لي التايب سيستم كله, سيمي بولد, كم الويت من 600 700 وصف ليتات. طيب الحين بسوي داونلود للفاميلي, للفونت فاميلي, و انزب الفولدر. من هذه كلها انا بس ابغى اثنين, ابغى اللايت وابغى كمان الريجولر. وين الريجولر؟ تمام, هذول الاثنين بسوي لهم دراج اند دروب على الفونت ريسورس فولدر اللي هو هنا. يلا طبعا حيطلع لي ايرور لانه تمام. دقيقه اوكي, لايت اند ريجولر. يس ريفاكتور. الحين بيطلع لي ايرور انه صيغه الاسم ما هي صح, فبخليها كلها لوور كيس. لازم اسوي ريفاكتور رينيم, بعدين اغير كل الكابيتال ليترز للسمول ليترز اند ذن لايت. تمام ريفاكتور هذا تمام. الحين راح الايرور. لو انا رجعت كمان سويت ريفاكتور برضو للبارلو كوندنسد ريجولر مره ثانيه. يلا الحين نروح عند التايب فولدر. في التايب فولدر اسوي بعرف هذه الفونت فاميلي اللي انا دوبي سويت لها تحميل, بسمي خليها برايفت بان كافيت تساوي الفونت فاميلي. هذه الفونت فاميلي تاخذ فونت من الار دوت فونت دوت اسمه ايش كافيت. وانا لما حملت كافيت حطيت ريجولر. خلينا اسوي له امبورت هذا الفونت من كومبوز لايبرري. طبعا اخترت انه يكون ريجولر. ليش هذا الشيء مهم؟ لانه ابغى احدد الفونت ويت هنا, فبخلي فونت ويت دوت بختار ريجول نورمال. اوكي نورمال. خلصت من اول فونت ويت, طبعا طالع لي بالرمادي لانه ما هو مستخدم في اي مكان. طيب ثاني واحد اللي هو بارلو دوت بارلو, عندي لايت والفونت ويت حقه حيكون لايت طبعا او الثن اي جاس. دقيقه نشوف الا لايت. وثاني واحد حيكون
بارلو ريجولر وحيكون هذا نورمال. تمام. طب الحين خلاص طلعت لي بالرماد يعني ما هي مستخدمة في ولا مكان، فبجي عند هذه التايبوغرافي. أول شيء بدخل عليها، بدخل على الهيدينج 1، أنا معرفة هذا هيدينج 1 يعني طالع 96، هيدينج 2 يعني القيمة 60، يا الله. فبسوي إنه بسوي أوفررايد على هذه كلها، على هذه اللي هي الفاليوز. طيب سوي اوفررايد للهيدنج 1، باخذ عندي تكست ستايل فونت فاميلي، استخدم في الهيدنج 1 بارلو نفس اللي انا عرفته فوق، بارلو و فونت ويت ابغى يكون لايت. والفونت سايز حيكون 30.sp. والتكست الاينمنت ابغى يكون في النص، مو انا عندي هذا في الماكس ويدث، فأبغى يكون في النص، ينعرض لي هذا التكست في النص. تكست الاين سنتر. طيب هذا بالنسبة للهيدنج 1، الحين ننتقل لهيدنج 2. فونت فاميلي ما أبغاها كذا، أبغاها كبير. تمام. وأبغى يكون عندي هذا الويت نورمال، وابغى الفونت سايز حيكون عندي 20، والتكست الاينمنت سنتر برضه. اخر شيء عندي بودي 2، بالنسبه لبودي 2 عندي الفونت فاميلي حتكون بارلو و الفونت ويت نورمال، الفونت سايز خليها 16، والتكس الاينمنت حيكون لفت. طيب نسوي ري رن للهول ابلكيشن، وكمان لو رجعنا ل الفيوز حقتنا البريفيو هنلاقي انها كمان هي متحدثة يعني. اوكي قاعد ياخذ وقت انه يسوي ريندر للبريفيوز. كمان بشغل الابلكيشن مره ثانيه. الله زبط. تمام البريفيو شغاله معايا للدارك ثيم وللايت ثيم برضو. كمان لو رحنا عند البلانت كارد هنلاقي انه كمان البريفيو شغاله هنا، بس اقرب لانه ما هي واضحه. دحين اشتغلنا على ايش؟ على الكولرز، بعدين عدلنا الثيمز، بعدين عدلنا التايب، حطينا بندلد فونتس. ايش بقي لنا؟ باقي لنا اخر شيء الشيبس. ليتس سي. تمام هذه معدله باخر تحديثات الفونت، طالعين حلوين.
تمام، خلونا نشتغل على الشيبس. عندي هنا الشيبس، عندي سمول مثلا، بغير السمول هذا، بخليه توب اند، يكون مثلا عندي 25 dB. ابغى يكون عندي راديوس من التوب اند بخمسة وعشرين دي بي. عندي راوند كورنر بخليه نفس ما هو، الميديوم ابغاه نفس ما هو، مرة حلوة شكلها ما بغير فيها. بالنسبة لللارج بخلي مثلا كات راوند، بس عشان نشوف كيف تطلع. كات راوند، ما في راوند اصلا، كات كورنر اصلا. اوكي تمام، سويت لها امبورت. طب متى، من فين نسوي الكات؟ نسويه من التوب ستارت. نبغى من التوب ستارت مثلا يكون ستارت 50 dB. تمام يلا شوف الاميليتر ايش صار عليه. تمام هذا هو ظابط معايا كل شيء، حتى الاليفيشن تعدل. مرة ممتاز، هذا هو الشكل النهائي اصلا للتطبيق. الميديوم لانه ما عدلت عليه، واصلا انا مستخدم الميديوم، الميديوم شيب. الحين راح اوريكم كيف تطلع السمول واللارج، بس خلاص التطبيق خلصنا ككل. This is looking good. خلونا نرجع للبلانت كارد هنا، بدل مثلا الميديوم خلونا نحط مثلا ايوه سمول، معرفنا احنا سمول. خلونا نشوف كيف تطلع، وبدل باك جراوند كولر خلونا نحط الايرور كولر، نشوف كيف تطلع معانا الكارد، كيف تتغير الشيب وكيف يتغير الالوان كلها. لسه قاعد يسوي ريندرينج، يمكن عشان عندي اكثر من بريفيو. خلوني اشيل البريفيو الثانيه. اوكي تمام، طلع لنا الشكل تبع سمول اللي عرفناه اول. لو ابغى مثلا سمول وابغى اعدل فيه تعديلات كمان، ممكن استخدم كوبي و اضيف مثلا bottom start مثلا، corner size، bottom start ياخذ corner size، بعرف في corner size كم مثلا 50 dB. وش يسوي import لل corner size من الماتيريال compose. طيب خلونا نسوي build and refresh، وبعدين نجرب آخر شيء اللي هو اللارج كيف يطلع شكله. تمام طلع شكلها زي كذا. الحين خلونا نستخدم اللارج شيب دوت لارج. اوكي بالغلط، يلا نسوي build and refresh. That's the last thing.
يا الله قد تاخذ وقت طويل مرة. اوكي تمام الحمد لله زبط اللارج. It's taking so much time لأنه I'm recording. طيب خلونا هذا هو التطبيق النهائي. خلونا نختبر الدارك كولر. نفعل أول شيء الدارك ثيم. تمام هذا هو الدارك كولرز. هذه هي هذا شكلها هذا شكل التطبيق في الدارك ثيم. طيب نرجع للسلايد. هذا هو الكود حتلاقوه كامل على جيت هاب. وبعدها هذه افضل مصادر للتعلم عن جيت باك كومبوز. مرة انصحكم بالكود لابس الموجودة في الباثوي جدا جدا ممتازة. كمان شوفوا السامبلز في منها متقدمة المستوى وفي منها للمبتدئين. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. انتظر اسئلتكم. في حال وجود أسئلة بعد انتهاء البث ممكن تسألوني على تويتر وراح أجاوبكم بإذن الله.